اهلا وسهلا فيكم اليوم على صفحة حيدر الالكترونيكس. اليوم بدنا نتعرف على فلاش ميموري جديد، موديل جديد من شركة كينغستون. ليش انا اخترت اليوم شركة كينغستون لاشرح عليها هيدا الفلاش ميموري؟ لانه انا سبق ومختار شركة كينغستون واشتريت من عندهم كذا فلاش، خاصة في فلاش انا اشتريته تقريبا هو بيطلع 64 جيجا بايت، لحد هلا بعدني عم بستعمله وصار له وقت طويل. طبعا هيدا الشركة بتتميز بالكواليتي اللي بتعطينا اياها. هيدا الفلاش ميموري ان كان 8 ولا 16 تقريبا ببلش سعره من 10 دولار بس. نحن عم ناخد اوريجينال فلاش ميموري من شركة كينغستون ومكفول مثل ما شايفين هون 5 سنين وبس ب 10 دولار، اكيد حسب حجم الفلاش ميموري وحسب الكمية وغيرها. طبعا هيدي سعر جملي، نحن هلا عم نعطي سعر جملي مشي من قصة. طبعا هون مثل ما مكتوب 5 سنين كفالة USB 3.1 3.0 2.0 من قصة مثل ما شايفين كمان من ورا هون. اوكي خلينا نشوف اكثر كيف بتجي. اوكي طيب مثل ما شايفين هون ليكو موديلها شو حلو، هيك مفتوحة هيك خلص حميناها بهيدا الشكل. مثل ما شايفين كمان عنا هون باللون الازرق، خليني فرجيكم اياها هيك. اوكي هيدي هون عنا اياها باللون الازرق. شو يعني باللون الازرق؟ يعني نحن عنا هيدي هاي سبيد، يعني هيدي كتير سريعة، يعني هيدي فلاش ميموري سريعة. اوكي سريعة بنقل البيانات، وهيك نحن بنكون استعرضنا هيدي الفلاش ميموري. طبعا بحب ذكر انه هيدي بيجي منها 8 16 لتوصل لل 256 موجودة، ويلي بحب يطلب بسعر جملي كمان موجود سعر جملي باسعار منافسة جدا وممتازة. طبعا الكل بيستفيد من هيدا الفلاش اللي انا كمان اختبرتها وجربتها واكيد انا بنصحكم فيها. لأي اسئلة او استفسارات او طلب بلبنان او باقي دول العالم تحكوني على الواتساب امتى ما بتكون، كون بخدمتكم دايما. اهلا وسهلا فيكم.